تاني الأستاذة الحاجة شادية. أهلا يا حاجة شادية، مرحبا بحضرتك. الحاجة فادية. الحاجة فادية. كل سنة وحضرتك طيب. يا رب وأنت طيبة وبخير وسعادة. يا رب. ودايما فرحانين يا رب. اللهم آمين. أنا شفت رؤية حضرتك مرتين، رؤية إن أنا حلمت وأنا نايمة إن أنا بقرأ الآية اللي بتقول إن المغلوب فانتصر. بتقولي يا فندم آية إيه؟ إني مغلوب فانتصر. إني مغلوب فانتصر. ربنا ينصرك. والرؤية الثانية نعم. بقول لك ربنا ينصرك. والرؤية الثانية اللي شفت إن أنا بقول بصوت عالي لا إله إلا الله، يعني الله أكبر، يعني بشكر ربنا كتير. فلقيت ناس رجالة كتير قوي قوي بصوت عالي بيقولوا ورايا بس أنا مش شايفاهم، بيرددوا الذكر اللي أنا بقول بس أنا مش شايفاهم. بصوت عالي بيقولوا لا إله إلا الله، الله أكبر، بس بصوت عالي وبس ناس كتير وأنا مش شايفاهم. بس كده؟ الجرة يقين إن أنا شفتهم. حضرتك انتهى كده المنام. شكرا. طيب انت لسه خليكي معايا، اوعي تمشي. نعم. انت الحاجه فاديه صح كده؟ انا ايه؟ انت حضرتك متزوجه ولا انا متزوجه بس انا زوجي متوفى. حضرتك كام سنه؟ انا عندي كام سنه؟ عندي 42 سنه. انت رحت عملت عمره قبل كده او حجتي؟ وكنت عملت عمره قبل كده. طب انا مش هسيبك تمشي قبل ما تدعي لنا. مش هسيبك تمشي من الحلقه قبل ما تدعي لنا وتدعي للاعداد وتدعي لكل القناه ان ربنا يفرحهم ويصلح حالهم ويجعل القناه ده اكبر قناه. انت انسانه محترمه. استنيني استنيني قبل ما تمشي بس، وتدعي لي وتدعي لاولادنا. ربنا يخليك يا رب. بالله عليك ادعي لي النهارده. انت انسانه طاهره، انت انسانه مبروكه، انت انسانه جميله. شفت رؤيا برده ان انا شفت صوت الكلام جاي يقول لي يقول لي انا جاي افسر لك سوره الانفال. يا الله ما شاء الله عليكي. الله ومعاه غنم. الله اكبر الله اكبر. اقول لك سوره الانفال افسرها لك يا استاذه فاديه. نعم. انت جوزك متوفى رحمه الله عليه، يا رب يفرحك باولادك ان كان عندك اولاد وتسعدي. اولاد ربنا ما ادناش اولاد. يا سلام سبحان الله. طب انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا. اتفضل. انت مين جه عليكي وظلمك؟ والله ما فيش حد جه عليا، بس المشكله كده اقول ايه بس بقول الرؤيه ديت، يعني مش مشكله، يعني كنت متضايقه بس وخلاص. كنت متضايقه بس كده، فربنا جاب لك الايه دي. طيب اسمعيني من التلفزيون افصل لك مناماتك. والله ما شاء الله جميل، الايه القرانيه جميله. الايه القرانيه بتدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرك، ربنا سبحانه وتعالى هيفضل جنب منك، ربنا سبحانه وتعالى خلاكي ان هو جوزك يبعد عنك وتوفاه الله وبقيتي وحيده ما انجبتيش، فربنا سبحانه وتعالى بيديك الخير، بيديك الفرح، بيوريكي في مناماتك ان هو بيقول لك انت يعني ما شفتيش حاجات حلوه في الدنيا، ما شفتيش لذه الاطفال، بس ربنا بيقول لك ان شاء الله ليكي في الجنه حاجات جميله، ليكي في الجنه حاجات هتعيشيها وتتبسطي قوي 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 بكرم ربنا، بفرح وسعاده لن تتخيليها. ان انت تشوفي ان انت بتذكري اسم الله وتهللي وتكبري وتقولي لا اله الا الله، وناس انت مش شايفاهم بيرددوا وراكي وانت مش شايفه وعارفه مين. انت عارفه دول مين يا استاذه فاديه؟ ده دول الملائكه، دول جنود مجنده من رب العالمين بيرددوا وراكي ان انت استحملتي وان انت حمدت ربنا على ايه؟ على حياتك وعلى عيشتك، وعلى ان ربنا سبحانه وتعالى اداكي العيشه دي. فقلت له الحمد لله لك يا رب، انا راضيه، انا فرحانه باللي انت اديتهوني. فربنا بيقول لك ايه بقى؟ عشان انت رضيتي وفرحتي انا هفرحك. والله اعلى واعلم. هي منامات كلها فرح لكي، هي منامات ان ربنا بيقول لك زيدي يا استاذه فاديه في الذكر، زيدي في القران الكريم، اقراي قران. لما يجي حد يجي عايز يفصل لك سوره الانفال، ايه الجمال والحلاوه دي؟ انت انسانه من اهل القران، عشان كده قلت لك ادعي لنا وادعي للقناه وادعي للمسلمين والمصريين ان ربنا يفرحنا ويكرمنا. روحي ربنا يبارك فيكي. وقلت لك انت فعلا عملت عمره ولا حجيتي؟ قلت لي فعلا. ما شاء الله عليكي، ربنا هيفرحك، ربنا هيختم لك بخاتمة السعادة. والله أعلى وأعلم. هنكمل معانا رؤية ليلة القدر في المنام. اللي بيشوف ليلة القدر في المنام
يقوم فرحان، يقوم يسجد للرحمن على طول. ليه؟ لأن زي ما بقول كده، ليلة القدر في الحقيقة زي في أيامنا دي اللي بيشوفها في الحقيقة، فربنا وهبه الخير، تقبل دعائه، غير قدره من حال لحال.